السلام عليكم. دخول الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين طهران وبكين حيز التنفيذ وتصريحات للخارجيتين. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين طهران وبكين دخلت أمس الجمعة حيز التنفيذ. وفي تصريح للصحفيين بعد اجتماع بنظيره الصيني وانغ يي، قال أمير عبداللهيان خلال الزيارة: اتفقنا أولا على بدء الجانبين بتنفيذ وثيقة التعاون الشاملة للأعوام 25 القادمة اعتبارا من اليوم، وفي ذات الوقت الذي تجري فيه المحادثات بين الجانبين في الصين أعددنا الأسس للإعلان اليوم عن بدء تنفيذ وثيقة التعاون الشاملة بين البلدين. وأضاف إلى جانب القضايا الأخرى المدرجة على جدول الأعمال: نقلت رسالة خطية من الرئيس إبراهيم رئيسي إلى نظيره الصيني شين جين بين، تضمنت تنفيذ وثيقة التعاون بين البلدين للأعوام 25 القادمة ومختلف القضايا الإقليمية والدولية، وأجرينا محادثات تفصيلية بشأن المحادثات الجارية بفيينا حول رفع الحظر، إذ يؤدي المندوب الصيني مع نظيره الروسي دور إيجابي في دعم الحقوق الإيرانية بشأن الموضوعين النووي وإزالة الحظر. من جانبه أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يينغ استعداد بلاده لتطوير التعاون مع إيران في مختلف المجالات من ضمنها الاستثمارية والطاقية والبنوك والثقافية والعسكرية، رغم الحظر الأمريكي غير القانوني والجائر ضد الشعب الإيراني، مشددا على أن سياسة بكين المبدئية في استمرار الدعم موافق لإيران في مفاوضات فيينا، وعلى ضرورة أن تعوض الولايات المتحدة عن أخطائها الناجمة جراء انسحابها من الاتفاق النووي. وصف وانغ يينغ وثيقة التعاون بين البلدين للأعوام 25 القادمة بأنها مهمة جدا، معتبرا أن اتفاق الجانبين لبدء تنفيذ الوثيقة حدث مهم وأساسي لتحقيق تطوير جوهري في العلاقة بين البلدين. وعقدت الجولة الثامنة من المباحثات بين وزير الخارجية الإيراني والصيني خلال المأدبة الرسمية التي أقامها وانغ يينغ على شرف نظيره الإيراني. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.